تلاميذ بكالوريا 2024، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نديروا مراجعة شاملة خاصة بليلة الامتحان. في المراجعة هذه إن شاء الله راح نشوفوا فيها جميع الدروس على الوحدة الثالث، التكس ديستوار، التكس أرغيمونتاتيف إلى بيال. راح نشوفوا أهم الدروس اللي في هذا الوحدة الثالث، هكذا به تدخل تفوت الامتحان تاعك إن شاء الله، وانت هز بعض النقاط المهمة في هذه المادة اللي هي مادة اللغة الفرنسية لبكالوريا 2024. على بالي دوكا انت راك هز تليفون وراك تشوف لا فيديو هذه، وغدوة ان شاء الله عندك مادة اللغة الفرنسية يعني في الباك، والله حتى راك بقالك دوكا بقالك ساعتين ولا ساعة وتدخل تفوتها. دونك شوف هذا الفيديو كامل، اصبر عليه، هكذا ان شاء الله رايح تدهز اهم النقاط الخاصه بماده اللغه الفرنسيه وتدخل تفوت ان شاء الله، وتقدر تجاوب على اهم الاسئله وخاصه الكونتروندي. دونك قبل ما نبداو المراجعه الشامله هذه، ما تنساوش ديرنا اشتراك للقناه، تخليو لنا جيم لا فيديو هذه، وتخليو لنا اكبر 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 عدد من التعليقات، وبيان سور بارطاجيو لا فيديو هذه ماكسيموم بوسيبل، بارطاجيها مع اي واحد تعرفوا راح يفوت امتحان شهادة البكالوريا، هكذا به يستفاد اكبر اكبر عدد من مترشحي باك 2024. دونك المراجعة هذه ان شاء الله راح نديروها، بها نراجعوا اهم الدروس، وايضا راح نركز على التلاميذ هذوك الجماعة هذوك اللي حابين يروحوا غير بالنص التاريخي. دونك اصبروا على لا فيديو هذه، ما تشوفوش غير النص التاريخي، شوفوا لو تيكس ارغيمونتاتيف وشوفوا لابيل ان شاء الله، هكذا به راح تستغلوا الفرصه. به اذا جاكم النص التاريخي صعيب، ماكمش راحين تدموا انكم قريتوا غير النص التاريخي، راحين ان شاء الله تقدروا تحلوا التكس ارغيمونتاتيف ولا لابيل. دونك في الحصه هذه راح نبداو بلو تيكس ديستوار. لو تيكس ديستوار هو النص التاريخي، داكور، النص التاريخي، لو تيكست ديستوار اللي هو نعرفو كامل النص التاريخي. حنا في الفصل الاول واش قرينا؟ قرينا النص التاريخي لو تيكست ديستوار، وفي الفصل الثاني واش قرينا؟ قرينا لو تيكست ارغيمونتاتيف وبيان لو ديباديد، يعني النص الحجاجي، وفي الفصل الثالث قرينا النداء. وبزاف راهم يقولوا باللي العام هذا راه مرشح النداء، يعني تاع الفصل الثالث خلاص، بصح حنا في الحصه هذه واش راح نقراو؟ كلش من راطي وحتى حاجه، هكذا به ان شاء الله ما تغيب لنا في حتى حاجه، اللي كان نقراو غير النص التاريخي يجي صعيب، تولي تحصل في النصوص الاخرى. كنت تقرا غير لابيل ثاني راح يجيك صعيب وما تقدرش تحل النص التاريخي ولا لو تيكس ارغيمونتاتيف. بيان سير في المراجعه هذه رايحين يعني لي ديتاي تاع لي ديتاي، كيما الكونترول دو، كيما اهم الدروس راح تلقاوها في ملخص المراجعه النهائيه لبكالوريا 2024 جميع الشعب. دونك اللين راه في الديسكريبسيون في صندوق الوصف، ودخلوا يديكم للتليجرام تيليشارجيو هذا الملخص واروحوا كملوا معنا لا فيديو، داكور، روحوا تيليشارجيو، لانه حنا مانيش راحين نكتبوا كلش، خاصه الكونترول دو كاين الدروس مانيش راح نختصر لكم، هكذا باه ما نديوش بزاف الوقت. دونك روحوا تيليشارجيو هكذا باه تكونوا معايا من الملخص او ميم طون هنا في الطابلو، داكور. شوف معايا، قلنا حنا عندي لو تيكست ديستوار، واش هو لو تيكست ديستوار؟ كامل نعرفوا لو تيكست ديستوار، كامل نعرفوا واش هو لو تيكست ديستوار، هو النص التاريخي، النص التاريخي جاي من تاريخ، يعني يهدر على احداث تاريخيه، احداث صارت في الماضي وصارت حقيقه، يعني احداث حقيقيه صارت في الماضي يتكلم عليها النص تاعنا، داكور، نقول لها احداث تاريخيه، والنص اللي يتكلم عليها نقولوا له النص التاريخي، لو تيكست ديستوار، هذه هي. دوكا انا على بالي باللي كامل تعرفوا لو تيكست ديستوار، كيف نعرفوا؟ من خلال الاحداث، الحدث التاريخي، نلقاو يهضر على لا غير دو ليبيراسيون ناسيونال، يهضر على لا بروميير غير مونديال، لا دوزيام غير مونديال، مؤتمر الصومام الى اخره، يعني اي حدث تاريخي نلقاو يتكلم عليه في النص، دونك هذا نص تاريخي. تلقاو ثاني من لي دات، يعني التواريخ، تواريخ المعلمية، تلقاو في النص تاعكم تواريخ معلمية. دوك انا على بالي باللي 90% منكم تعرفوا تفرقوا ما بين النص التاريخي والنص الحجاجي، داكور، يعني كي تشوف النص تاعك تعرف باللي عندك نص تاريخي، هذا هو الأهم. دونك بعد لما نحدد النص التاريخي تاعي واش لازم ندير في بالي؟ ندير في بالي باللي النص تاعي راح يكون على شكل على ثلاث أشكال، داكور، ثلاث أشكال. الشكل الأول شنو نقولوا له؟ نقولوا له أن كومونتير، أن كومونتير،
ان كومونتير. وش معناها ان كومونتير؟ معناها تعليق، التعليق، تعليق على حدث تاريخي، على حدث تاريخي. يعني الكاتب وش يدير؟ راح يعلق لي على حدث تاريخي، يهز مثلا الثوره يبدا يهضر عليها، قال الثوره هاي وش كان فيها وش كان فيها، يتكلم عادي داكور. هذا نقولوا له ان كومونتير. الدوزيام وش هو؟ هو لو تيموانياج. لو تيمو، لو تيموانياج وش معناها؟ لو تيموانياج معناها شهاده تاريخيه، شهاده تاريخيه. وش معناها شهاده تاريخيه؟ يعني نجيبوا شخص هو عاش الحدث التاريخي، عاش في الثوره، يبدا يحكي لنا واش عاش في الثوره. دونك لهنا لوتور وش يكون؟ لوتور، لوتور يعني الكاتب، هو نفسه لو تيمو. شكون هو لو تيمو؟ هو الشاهد. ها يعني شكون يكتب بالنص هذا تاع لو تيمونياج؟ هو نفسه الشاهد، يعني الكاتب هو نفسه الشاهد. هكذا يولي عندي ان تيمونياج. التروازيام هو رابورتي، رابورتي ان تيمونياج، رابورتي ان تيمونياج. واش معناها رابورتي ان تيمونياج؟ يعني نقل شهاده، نقل شهاده. يعني في النص تاعي انا الكاتب ماشي هو اللي عاش الحدث التاريخي، شخص واحد اخر عاش الحدث التاريخي، والكاتب واش يدير؟ ينقل لنا الشهاده تاعو، ينقل لنا il rapporte son témoignage، ينقلها لنا. يعني لهنا واش نلقى؟ نلقى زوج، نلقى لوتور وحده، لوتور وحده، ونلقى لو تيموا وحده. فاهمين؟ يعني في النص تاعي واش نلقى؟ نلقى celui qui parle et celui qui écrit le texte. Celui qui écrit le texte c'est l'auteur et celui qui parle le témoin. يعني شكون اللي راه يتكلم في النص؟ هنا لو تيموا. وشكون اللي كتب النص؟ هو لوتور، لوتور هو الكاتب. يعني نلقاو زوج. دوكا انت تقول لي استاذ كيف نعرف باللي عندي اوتور وعندي لو تيموا؟ كيفاه؟ تروح ديريكتومون لا سورس، لا سورس لتحت خلاص. على بالنا واش معناها لا سورس؟ تلقى فيها اسم الكاتب وتلقى فيها الاسم تاع لو تيموا. داكور، يقدر يقول لك عليه. يا اما اذا ما لقيتش لو تيموا راح تلقاه في النص، والنص تاعك راح تلقاه اونتر دو غيومي، هكذا بالشكل هذا كامل اونتر دو غيومي، وراح تلقى فيه جو اي نو. لازم تقرا مليح لا سورس وتقرا مليح النص تاعك. فاهمين؟ دوكا تقول لي يا استاذ وين راه الاشكال؟ وراه الاشكال دوكا انا علاه لازم نعرف ان كومونتير لو تيمونياج؟ علاه؟ لانه لهنا لو كومونتير لو تيمونياج الكونترون دي تاعو راح يكون وحده، ورابورتي ان تيمونياج راح يكون وحده. يعني ماهمش في زوج كيف كيف. فاهمين؟ لا نقول لك انا ماهمش كيف كيف، ماشي الموديل كامل تاع الكونترون دي، ماشي كامل. لهنا راح يكون بعض التغييرات برك. مثلا في رابورتي ان تيمونياج ما نقولوش إلي تيكري، إلي تيكري، نقولو إلي رابورتي، لأنه نقل إلي رابورتي بار، نقل من طرف، إلي رابورتي بار، ونقولو اسم الكاتب، منقولوش إلي تيكري، داكور، متفاهمين؟ هذا هو، هذا هو الفرق ما بيناتهم. دونك واش دير في بالك؟ بلي عندك أن كومونتير، عندك لو تيموانياج، وعندك رابورتي ان تيمونياج، لازم تفرق ما بيناتهم. داكور، هذه هي، هذا هو النص التاريخي تاعي. دوكا وين نروحو؟ دوكا نخدمو بلي كيسيون. دوك نعطي لك لي كيسيون اللي يجيو بزاف في الباك. هادو لي كيسيون يقدروا يجيو في النص التاريخي، لو تيكست ارغيمونتاتيف، يقدروا يجيو في لابيل. داكور، هنا ماشي غير النص التاريخي. كي نقول لك دوك انا لو تيم، موضوع النص، يقول لك كالي لو تيم دي تيكس. لهنا يقدر يقول لك في النص التاريخي، يقدر في لو تيكس ارغيمونتاتيف، يقدر في لابيل. داكور، دونك سؤال يقدر يجيك، اول سؤال يقول لك كال اي، كال اي لو تيم ابوردي بار لوتور. وش هو الموضوع المعالج من طرف الكاتب؟ لو تيم، يقول لك لو تيم، ولا يقول لك لو سوجي، لو سوجي يعني لهنا يهضر لك على الموضوع النص. انت واش دير؟ هو يقدر يقول لك، يعطيك السؤال مباشر كيما هكذا، انت وين تروح؟ تروح لو تيتر، العنوان، تروح للعنوان الفوق خلاص، تروح فوق خلاص في العنوان، وتسي تقرا العنوان تاعك مليح، وزيد تقرا النص تاعك مليح. يقدر ثاني، يقدر يعطيك سؤال ويعطيك خيارات، خيارات
لأن الخيارات علاوه ترتبط مباشرة بالنص. يعني أنت لازم تقرأ النص ياك مليح، أقراه بيان، أقراه 5 مرات 6 مرات هكذا بها تخرج موضوع النص. لهنا مشكل في الموضوع، راح يديروا لك واحد الخيارات متشابهة ويكشون متقاربة بين بعضها، أنت تولي تتلف لك تقول أنا هذا والله هذا. دونك لازم تقرأ مليح النص وتحوس على لي موكلي، الكلمات المفتاحية، الكلمات المفتاحية يعني لي موكلي، الكلمات المفتاحية تحوس عليهم هنا في العبارات هذو، وأو ميم طون زيد تحوس عليهم في النص. داكور، هكذا يبقى تلقى تقدر تجاوب على السؤال هذا. هذا السؤال الأول كملناه، دوكا نروح السؤال الثاني. نروح السؤال، وكل مرة نلحق السؤال ويكون الدرس تاعو في الملخص راني نقول لكم عليه. ليسونسيال توما روحوا تيليشارجيو الملخص، وروحوا تيليشارجيو الملخص وقراوا عليه. السؤال الثاني يقدر يقول لك لوتور دو سو تيكست، لوتور دو سو تيكست اي، ويعطي لك خيارات، يقول لك هيستوريان، هيستوريان، ويقدر يقول لك اكريفان، اكريفان، ويقدر يقول لك تيموا يعني شاهد. لهنا هيستوريان واش معناها؟ مؤرخ ولا اكريفان ولا تيموا؟ كي يعطيك سؤال كيما هذا وين تروح؟ تروح ثاني لا سورس، تهبط لتحت خلاص، تروح لا سورس تقرا لا سورس تاعك مليح. اذا مثلا لقيت لا دات كومبليت، التاريخ كامل، التاريخ كامل، واش دير؟ دير باللي عندي جورناليست، لانه هو الكاتب في النص التاريخي يقدر يكون يقدر يكون على شكل الربعه هذو، هيستوريان ولا اكريفان ولا تيموا ولا ان جورناليست. اذا لقينا لا دات كومبليت نلقاو نقولوا ان جورناليست. الباقي مثلا ان تيموا واش راح نلقى في النص؟ يعني نلقى جو ونلقى نو، جون، ونلقى النص تاعي كامل اونتر دو غيومي، ما بين شاولتين. ثاني حاجه اللي راح تعاونك به تعرف النص التاريخ، تعرف الهيستوريان ولا الاكريفان، هو الاسم، اسم الكاتب في حد ذاته، اسم الكاتب، اسم الكاتب، الاسم الكاتب اللي هناك كيف تعرفه؟ اللي هناك انا درسكم اون ليست، قائمه باهم الكتاب، اهم الكتاب لي زيستوريان مؤرخين ولي زيكريفان ولي تيموا اللي هضروا على تاريخ الجزائر، اللي عندهم علاقه بتاريخ الجزائر. ها تروح للملخص تلقى الصفحه 4، هاي لا ليس. كي هنا نقول لك هيستوريان كيما عندي محفوظ قداش، بنجامين ستوغا، بيير فيدال ناكي، سيلفي ثينول، روبر اجيغون، جيلبير ميني، وعندي ثاني لهنا لي زيكريفان، عندي فرانس فانون، اسيا جبار، محمد ديب، مولود فرعون، هادو سو سون دي زيكريفان. نقول لك انا اكريفان معناها روائي، معناها يكتب كتابات خارج التاريخ، بصح كتب لنا نص تاريخي، فاهمين؟ يعني انتم تروحوا للصفحه رقم 4 ومن طون تقراو هادو، تشفاو عليهم. لو كان انت دوك يعطي لك مثلا، يعطي لك هذا ملكه رحال، وانا نمديها لك في المؤرخ، يقول لك لوتور دو سو تيكس اي هيستوريان لا اكريفان لا تيم، واش تقول له؟ تروح ديريكتومون تقول له سي تان هيستوريان، لانه لهنا راهي هيستوريان، هي مؤرخه ملكه رحال. مثلا لو كان يقول لك فرانس فانو، فرانس فانو سي تان اكريفان، تقول له تا سي تان اكريفان، حيعطي لك 3 خيارات، انت فاهمين؟ هذا هو سما لازم تيليشارجي الملخص هذا، راح تلقى فيه اهم الاسئله. زيد دوكا نروحوا، كاين واحد السؤال، السؤال هذا عنده بزاف ما جاش في الباك، ممكن يجيكم في الباك هذا. واش راح يقول لي؟ راح يقول لي لوتور سامبليك، سامبليك تيل دون سون، دون سون تيكست. لهنا كيقول لك سامبليك، والله يقول لك بريزون، والله يقول لك سوبجيكتيف، والله يقول لك سو مانيفيست. هنا واش راه نهضر على سوبجيكتيفيتي؟ هل الكاتب حاضر في النص؟ هل الكاتب حاضر في النص؟ انت لهنا كيعطيك سؤال كيما هذا، واش تروح تقول له؟ واش راح تقول له؟ تروح قبل
يا اما دير وي يا اما دير نو، وحده منهم. هل هو حاضر وي، ماهوش حاضر تقول له نو. بصح قبل لازم تروح تتاكد. وين تروح تتاكد؟ تروح تتاكد في النص تاعك، تروح تتاكد في النص. ها هو النص. في النص لهنا واش تروح تحوس؟ تحوس على لي مارك دو سوبجيكتيفيتي، علامات عدسيه، يعني المؤشرات، واحد العلامات، واحد الكلمات اللي عبروا باللي الكاتب راه حاضر في النص. وين هم الكلمات هذو؟ شوف معايا الحاجه الاولى وين نبدا. نروح نبدا نحوس على جو، نو، فو، تو، مون، ما، مي، مي، مو، داكور، نوتر، نو، الى اخره، الى اخره، ها اتسيتيغ. نبدا نحوس على هذو. ما لقيتش هذو نروح نحوس على لي زادجيكتيف، لي زادجيكتيف، لي زادجيكتيف اللي هما الصفات، كما مثلا كوراجو، اتروس، فيروس، اتسيتيغ. نزيد نروح نحوس على لي زادفيرب، لي زادفيرب. لي زادفيرب هما الكلمات اللي خاصو بالام او ان تي، بصح ماشي توجور، ماشي دائما لي زادفيرب يخلصوا بالام او ان تي. كاين دي نون، كاين اسماء يخلصوا بالام او ان تي كيما ديفلوبمون، شونجمون، ايتسيتيرا. واش نزيد نحوس؟ نحوس لو ليكسيك، لو ليكسيك بيجوراتيف، بيجوراتيف، ميليوراتيف، ميليوراتيف. واش معناها بيجوراتيف؟ معناها سلبي، كلمات عندها معنى سلبي. ميليوراتيف عندها معنى ايجابي. سلبي كما مثلا لا مور، لا تورتور. ميليوراتيف كما لا ليبرتي، ليسبوار، ايتسيتيرا. وثاني نروح نزيد نحوس على لو كونديسيونيل، كونديسيونيل يعني نحوس على لي فيرب اللي راهم كونجيغي في الكونديسيونيل. كيف انا نعرف كونديسيونيل؟ نحوس على كلمات يخلصوا بالار اي اس، ار اي تي، ار اي او ان اس، ار اي او اس اي او زد، ار اي او ان تي. هاك بالشكل هذا نحوس على كلمات اللي خلصوا، خلصوا بهذا. تفاهمين دوكا؟ بعد انا ما لقيت جونو، جونو لقيت مثلا لي زادجيكتيف، واش نروح نقول؟ نقول له وي، وي لوتر، لوتر اي بريزون، لوتر اي بريزون دون سون تيكست، يعني حاضر في النص، يعني يعبر على المشاعر تاعو، يمد الاحكام، يعبر على الاحاسيس، الى اخره. بصح لهنا واش راح يزيد دوموندي منك؟ يقول لك جوستيفي، جوستيفي يعني برر لي كيفاه حتى نعرف باللي الكاتب راه حاضر في النص. دونك تحت لهنا واش تقول له؟ لا لا جوستيفيكاسيون، لا جوستيفيكاسيون، لا جوستيفيكاسيون. نقول له مثلا لقيت جو اينو، لقيت مثلا كوغا، كوراجو، الى اخره. انت يكفي انك تلقى ان مارك، ان سول مارك، سي بون، يولي الكاتب تاعك سوبجيكتيف، يكون حاضر في النص. دوكا كاين واحد التلاميذ يقول لي يا استاذ واش الفرق ما بين السوبجيكتيفيتي ديريكت، يعني الذاتيه المباشره، والذاتيه الغير مباشره؟ دوكا اذا لقيت انا جو نو فو تو مون، هذو هذه راهي ذاتيه مباشره، يعني ستين سوبجيكتيفيتي ديريكت، يعني مباشره. اذا ما لقيتش هذو ولقيت هذو راهي انديريكت، يعني غير مباشره. وهذه ثاني نقولوا لها اكسبليسيت، ظاهره، وهذه غير ظاهره، امبليسيت. هذا هو الفرق ما بيناتهم. هذه هي بالنسبه لا سوبجيكتيفيتي. دوكا كون زيد يعني تحوس مليح على لي مارك دو سوبجيكتيفيتي، والدرس يكون منظم وكلش، روح للملخص، روح للملخص راك تلقاه فيه. داكور، هذه بالنسبه لا سوبجيكتيفيتي اي لوبجيكتيفيتي. نروح وين نزيد نروح؟ نروحوا دوكا نروحوا كاين واحد السؤال تاع لا فيزي كومونيكاتيف، لا فيزي، لا
فيزي كومونيكاتيف كومونيكا كومونيكاتيف. وش هي لا فيزي كومونيكاتيف؟ هو الهدف الهدف. كيف يجيك السؤال عليه؟ يقول لك سؤال مباشر. هو يقدر يجيك سؤال مباشر، يقدر سؤال غير مباشر. وش يقول لك؟ يقول لك كيل اي لا فيزي كومونيكاتيف كومونيكاتيف دو لوتور دو لوتور دون سو تكست. وش هي لا فيزي كومونيكاتيف؟ ما هو هدف الكاتب من هذا النص، من كتابة هذا النص؟ يقدر يقول لك كلمة لا فيزي، ويقدر يقول لك لانتونسيون. لانتونسيون بصح لانتونسيون ما يزيدكش معها كومونيكاتيف، يقول لك ديريكتومون لانتونسيون دو لوتور. انت لهنا في لو تيكست ارغيمونت في لو تيكست ديستوار واش تقول له؟ واش هي لا فيزي تاعو؟ حنا على بالنا باللي لا فيزي تاعو هي انفورمي، انفورمي يعني دوني دي زانفورماسيون. انت الاجابه تاعك واش تكون؟ هاي الاجابه لازم تحفظها، تقول له لا فيزي لا فيزي اي انفورماتيف. لا فيزي اي انفورماتيف. لوتور شيرش ا دوني دي زانفورماسيون، يعني يحوس يمد لنا معلومات حول احداث تاريخيه. دي زانفورماسيون سور سارتان في هيستوريك، سور سارتان في هيستوريك. من بعد واش تروح تزيد لها؟ اي ا زيد لها واحده من اللي فيزي هذو. يقدر حسب الموضوع، هذه نقولوها هذه قلنا لا فيزي انفورماتيف، نديروها في جميع النصوص. اي نص يمدها لك، مد لك اي نص دير له هذه لا فيزي. بعدها زيد له لي سو فيزي هذا وينه؟ عندي روندر روندر اوماج روندر اوماج روندر اوماج كي يعود يهدر النص تاعك على شخصيه، شخصية تاريخية، شخصية تاريخية جزائرية ولا صديقة للجزائر، ماشي شخصية فرنسية. يقدر يقول لك ثاني غلوريفيي غلوريفيي معناها ثاني تمجيد، تمجيد حدث، تمجيد حدث غلوريفيي. والله مثلا تمجيد دور المرأة غلوريفي لو رول دو لا فام دورون لا غير دو ليبراسيون ناسيونال. يقدر ثاني نقولوا دينونسي دينونسي. واش معناها دينونسي؟ معناها فضح، فضح الجرائم تاع فرنسا، التعذيب، المجازر الى اخره، اي حاجه دارتها فرنسا ماشي مليحه لهنا في الجزائر، يعني النص يهضر على حاجه ماشي مليحه دارتها فرنسا هنا في الجزائر وتقول له دينونسي دينونسي. وايسيو تحفظوا الاجابه هذه دينونسي لي كريم دو لا فرانس les crimes de la France en Algérie. D'accord. وعندي ثاني كوميموري. كوميموري. كوميموري هي إحياء ذكرى. إحياء ذكرى. دونك كيف نفرق انا ما بين كوميموري غلوريفي؟ كيف نعرف؟ عندي النص تاعي هذا مثلا يهضر على 5 جويي. 5 جويي كي نروح لا سورس لتحت خلاص نلقاها لا دات دو باريسيون، يعني التاريخ تاع النشر تاع النص هذا هو نفسه لا دات تاع تاع الذكرى هذه، يعني 5 جويي 5 جويي مثلا 2022، يعني النص تنشر في نفس النهار تاع اللي صرا فيه الحدث هذاك. مثلا 8 ماي تنشر في 8 ماي ولا قبل 8 ماي ولا بعد 8 ماي، ليسونسيال تاريخ قريب هكذا. والله شهر نفسه نفس الشهر مثلا في ماي يقول لك غير ماي، لهنا تقول له كيسي كوميموري احياء الذكرى، احياء الذكرى كوميموري كوميموري ليفينمون دو. تفهمين
شوف ايش فهم مليح روندر اوماج كي يكون يهضر على شخصيه تقول له روندر اوماج ا روندر اوماج ا فيديل كاسترو العربي بن مهيدي دو ديوش مراد داك هذا هما غلوريفيه تمجيد حدث يعني يهضرن على حدث ويمجدوا يذكر البطولات الى اخره دينونسي ليكريم دو لا فرانس اون الجيري معناها فضح جرائم فرنسا في الجزائر وهذا شغل هذه اللافيزي هذه شغل تصلح مع اي حاجه دارتها فرنسا ماشي مليحه يعني اي نص يهضر على المجازر تاع فرنسا تصلح معاه لافيزي هذه وعندي كوميموري هي احياء الذكرى كما قلت لكم تلقاوها بالشكل هذا يقدر يعطيك سؤال غير مباشر كيف يكون يعطيك يقول لك لوتر لوتر فو اترافير سو تيكست لوتر فو يعطيك ثلاث خيارات لهنا بيان سور راح تحوس على الكلمات المفتاحيه قلت لكم كي يعطيكم الخيارات تحوس على الكلمات المفتاحيه اللي راهي لهنا وتلقاها ثاني في النص وو ميم طون ثاني ركز مليح على الموضوع النص دوك نقول كان يقول لك هو لهنا غوندغ اوماج وتروح للنص تاعك تلقاها يهضر على شخصيه هاي باينه بلي راح تخير الخيار اللي فيه روندر اوماج يقول لك مثلا دينونسي يعطيك خيار هنا يقول لك دينونسي والنص تاعك يهضر على جرائم فرنسا واش تروح دير دير له دينونسي تخير الخيار اللي فيه دينونسي داكور هذه هي لا فيزي كومين ما كانش اسهل منها هذا لجاك سؤال كيما هذا ما تقول ليش ما نقدرش نجاوب ما كانش منها غير انت غير لا كنت انت ماكش حاب تجاوب والله ماكش حاب تقرا هذه هي دونك دوك نفاصل الطابلو ونرجع لكم دوك نجيو لاهم درس السؤال هذا تاع البدائل اللي سيبستيتي البدائل اللغويه ولا البدائل النحويه هذا السؤال هذا دائما يجي ما كانش باك ما جاش فيه السؤال هذا اللي هو يقول لك اكي واكوا غونفوا لي برونون سويفو يعني يقول لك على من يرجعوا هذا لي برون يعني شكون يرون بلاسيو لي حنا نعرفوا باللي لي سيبستيتي نستعملوهم بور ايفيتي لا ريبيتيسيون نستعملوهم من اجل تفادي التكرار وعندنا نوعين لي سيبستيتي غراماتيكو اللي هما جو لوي سولوي نو الى اخره وعندي لي سيبستيتي ليكسيكو واش معناها لي سيبستيتي ليكسيكو هما الكلمات يعني تبدل لي كلمه بكلمه واحده اخرى مثلا دوك النص تاعك يهضر على العربي بن مهيدي ومن بعد في واحد الباساج من النص وين يقول لك الكاتب لويغو يعني وصف العربي بن مهيدي بلويغو لهنا واش استعمل ان سيبستيتي ليكسيكال معناه لغوي يعني شغل بدل لي كلمه العربي بن مهيدي بلويغو لهنا لي سيبستيتي ليكسيكو نعتمدوا بزاف على فهم الكلمه يعني لو كان انت ما تعرفش بلي لويغو معناها بطل ماكش نقدر تجاوب كون يقول لك لويغو على من ترجع تجيك صعيبه اما لي سيبسي غراماتيكو لهنا كاين ديزاستيس كاين ديزاستيس لي نحتاجوهم ونستعملوهم باش نقدروا نعرفوا على من يرجعوا هذا داكور السؤال ها يقول لك اكي وراح يكتبها لك اون غرا ولا يسطر لك تحتها هكذا به تتولى ويقول لك اكوا لو كان يقول لك غير اكي معناها هذو كامل يرجع لي على بيرسون شخص لو كان يقول لك غير اكوا على من يرجعوا لك يرجعوا لي لاشياء لو كان يقول لك اكي واكوا في زوج يعني قادر هذه ترجع على شخص هذه على شخص وهذه على شيء على اشياء يعني ميلونج اما لو كان يقول لك غير اكي راح يرجع لي على اشخاص هذه هي دوكا راح نستعمل انا كي يعطي لي كيما هذو نستعمل قاعدتين كيما دوكا مثلا الجو ترجع لي لوتور الكاتب لوتور ولا لو تيمو هذه نعرفوها لو تيمو كيفها كيما النو ثاني ترجع لي على لوتور الكاتب بصح الكاتب ماهوش راح يكون وحده يكون مثلا اذا كان الكاتب جزائري يقول لك نو مش يقصد يعني يقول لك انا وجميع الجزائريين نو ترجع على لوتور تقولوا لوتور اي تو لي زالجيريان تفهمين هذه بالنسبه لجونو دوكا الباقي كيما لوي اي افيك اس الى اخره هذو كامل على من نطبقوا عليهم زوج قواعد القاعده الاولى واش تقول توجور كي تلقى هذه تا في النص هاو عطاها لك في السؤال
انت واش تروح تحوس عليها في النص، هو يقول لك راهي في الباراغراف نيميرو 1 في الفقره رقم 1، تروح تحددها القاعده اللي واش تقول، تروح توجور ترجع قبلها وتحوس، ترجع قبلها وتحوس، ها ترجع قبلها، تفهمين؟ يعني ترجع به تلقاها على من ترجع، شكون الكلمه اللي ترجع عليها لازم ترجع قبلها، هي توجور ترجع على كلمه كاينه قبلها. القاعده الثانيه لازم هذه تعرفها، اسكو ترجع على مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا مفرد، واحده منهم. كيما دوكا نهز لك انا إيل افيك اس، إيل افيك اس معناها هم، واش معناها لي مذكر، وشنو ثاني جمع، ها في زوج مذكر جمع، يعني انت كي ترجع قبلها تحوسي على كلمه تكون في المذكر في الجمع، تلقى هذه ترجع عليها، تفهمين؟ هذا دوك انا في الملخص، هكذا به ما نطولوش، هكذا به ما نطولوش بزاف، ما نطولوش في المراجعه تاعنا. في الملخص تروحوا للصفحه رقم 7، هاي الصفحه رقم 7، هاي الصفحه رقم 7، ندير لكم لهنا الملخص، ها القاعده اللي نديروها او ميم طون. شوف معايا ندير لكم هذا، ها ندير لكم الطابلو هذا، ها اللي سيبستيتي، هذا هما البدائل اللي يتعاودوا بزاف في الباك، ها كيما سو سيل سو لوي لوي لي ال افيك ال سو ديرني الايغريك الاو ان، وعندي ثاني الاون كيما الاون، نعطيكم الاون، الاون اللي بزاف يخافوا منه، الاون تكون تلقاه في جمله عاديه، يعني ماشي اونتر دو غيومي، لانه كي تلقاه اونتر دو غيومي يخدم الخدمه تاع نو، يولي لي كيما نو، تفهمين؟ بصح كي تلقاه في جمله عاديه يقول لك مثلا اونتو لي فرونسي، اونتو لي فرونسي، يعني قتلوا الفرنسيين. لهنا الاون علام يقول لك انا من ترجع، لهنا واش من سؤال تطرح، شكون اللي قام بهذا الفعل، شكون اللي قاتل الجزائريين، لهنا حسب الموقع صحه في الجمله. سما الاون هنا من ترجع، ترجع ل لي كومباتون، لي كومباتون حسب الموقع صحه في الجمله. توجور تطرح سؤال شكون اللي قام بالفعل هذا ديريكتومون تلقاها، هذه بالنسبه للاون. وقلت لكم ثاني الصفحة رقم 7 يا أخي، الصفحة رقم 7 ها تلقيو كلش، ها والصفحة رقم 8 ها راجعوهم، هادو سهلين، هادو سهلين ليسونسيال، طبق زوج قواعد هادو، كي تعرف تطبق زوج قواعد هادو خلاص تلقاهم على مترجع. وثاني بصح ما تنساش حاجة، لازم تفهم الجملة، لازم إيسيي تفهم الجملة وبعد طبق القواعد، لأنه هادو كون تفهم الجملة خلاص تلقاها على مترجع. اما كي تلقى صعوبه في فهم الجمله طبق القاعدتين هذو، تلقاها ديريكتومون على المنطق، بصح ما تسرعش، ماشي تروح ديريكتومون تقول على هذه الكلمه، اقرا مليح وحوس مليح قبل ما دير الاجابه تاعك، ماشي تروح تسرع ديريكتومون تقول، لانه كاين تلاميذ اطول يقول لك على هذيك وهي غلطه، اسمع ما تسرعش، اقرا الجمله تاعك ايسي تفهمها، ايسي تفهمها، تفهمين؟ هذا هما. دوكا واش بقى لنا، بقى لنا الدرس الاخر، هي لا كيسيون دو ريفليكسيون، لا كيسيون دو ريفليكسيون، سؤال الراي. هذه راهي مراجعه شغل سريعه، هكذا راح نديروا فيها يعني اهم النقاط اللي كاينين، اللي حب الديتاي يدخل لاشين، لاشين تلقاو فيها كلش بالديتاي، تقدروا تقراو عليها. شوف عندي دوكا لا كيسيون دو ريفليكسيون، واش هي لا كيسيون دو ريفليكسيون، هي السؤال الاخير اللي نقولوا له سؤال الراي، سؤال الراي هو السؤال الاخير في شهاده الباكالوريا، في السوجي، في السوجي تاع الباك السؤال الاخر خلاص، يقولوا له سؤال الراي، لا كيسيون دو ريفليكسيون. علاه سؤال الراي؟ تجاوب عليه حسب الراي تاعك انت، حسب رايك انت. دوك السؤال الرأي هذا عليه زوج نقاط، نقطتين مقسمة 0.5 0.5 0.5 0.5، ها هكذا مقسم. دوك السؤال الرأي هذا راح يطرح بثلاث طرق، بثلاث
طرق. ها الطريقة الأولى راح يطرح لك السؤال باستعمال بوركوا. بوركوا هذولي راهم يتعاودوا بزاف الباكا اللي يتعاودوا بزاف في الطرق هذا. يعني دوك السؤال ما نقدرش نتحكموا فيه، نقدرش نقول لك هذو هما الطرق اللي ما كانش يعني دائما يجيو. انا راح نعطي لك اهم الطرق اللي يتكرروا بزاف. يعطيك سؤال بوركوا. بوركوا واش معناها؟ لماذا؟ انت كي يعطيك سؤال بوركوا المصحح لازم يلقاك مجاوب بارسكو. بارسكو لان. يعني لازم يلقى الكلمه هذه. الثانيه يقدر يطرح عليك سؤال يقول لك كيل سون والله كيل دوبل ال كيف كيفه تخلعش. كيل سون والله يقدر يقول لك كيل ايتي واش هما كيل ايتي. لهنا الاجابه تاعك فراح تكون نظمها على شكل مطاط هكا فاهمين. والطريقه الثالثه هي اكسبليك. يطرح لك سؤال يقول لك اكسبليك الاجابه تاعك لهنا كي يقول لك اكسبليك راح تقول له فودير كو تفهمين. دوكا انت كيقول لك بوركوا انت يقول لك افوتخافي ويقول لك بوركوا ويكمل السؤال تاعو هاك بالشكل هذا. يقول لك تا افوتخافي لازم انت تعطي له ليكسبريسيون دو لوبينيون باه تدي عليها 0.5. تالي يقول لك افوتخافي تقول له امونافي احفظ واحده من ليكسبريسيون دو لوبينيون امونافي احفظ امونافي لا سولو موا ولا بيرسونيلمون جو بونس كو ليسونسي لازم تستعمل له ليكسبريسيون دو لوبينيون يعني عبارة الرأي. من بعد تهز انت العبارة اللي بعد بوركوا تكتبها له لهنا وتقول له بارسوكو وتكمل فاهمين. في الملخص كي تروحوا ثاني للصفحة الصفحة 14 هاي الصفحة 14 راني ندير لكم أمثلة على دي كيسيون دو ريفليكسيون وكيفاه الإجابة تاعها كيما لهنا. قال لك أمونا أفوتخافي بوركوا لو سيرجون بيدرو ساغيا أتيل ريفوزي ديكزيكوتي في دا كاسترو. لهنا كي تجي تجاوب تقول له أمونا في لو سيرجون بيدرو ساغيا أ ريفوزي ديكزيكوتي في دا كاسترو باسكو استعملتو باسكو متفاهمين. بعدها هو راح يقول لك في السؤال يقول لك لازم تحترم ليلين عدد الأسطر. لازم تحترم عدد الأسطر. كيف تحترم عدد الأسطر؟ لازم إذا قال لك زوج لازم تدي له سطرين، ما دير له سطر واحد ولا دير له ثلاثة. إذا قال لك زوج لازم تدير زوج. كي يدير له الفوليوم تحترم له الفوليوم، تحترم الفوليوم حتى وتكون غالطة راح تزيد تدي 0.5. دوكا قد تبقى لك نقطة. لهنا النقطة هذه كيفاش تكون مقسمة حسب الأفكار اللي استعملتهم أنت، حسب الاخطاء الاملائيه. ماكش مدير اخطاء املائيه، مدير افكار مليحه، الانسجام داكور، كيفيه طرح الافكار، كيف اعطيته الافكار، اسكو عرفت تعبر ولا ما عرفتش تعبر. تقريبا لهنا في لا كيسيون دو ريفليكسيون عندك نقطه غراتويتمون يعني كي تعرف تستغلها داكور. دوكا لهنا كيلسون ولا كيل ايتي يقدر يقول لك مثلا كيلسون لي كاليتي مورال. كيل سون لي كاليتي مورال دان بون شيف كيلسون. دوكا واش نهز انا نقول له شتو لي بعد كيلسون لي كاليتي مورال ها نكتبهم له امونافي ليكسبريسيون دو لوبينيون لي كاليتي مورال دان بون شيف والسون هادي نديرها مع الاخر سون هكذا. ولا هنا نكتب له لي كاليتي مورال مادام هو قال لك كيل يسمى لازم جمع ما نقدرش نمد له واش معناها لي كاليتي مورال. هما الصفات المعنويه اللي يتحلى بهم الرئيس ولا ولا الشيف يعني مسؤول ولا الى اخره. لهنا كيقول لك كيل معناها اعطيني جمع يعني ماشي تعطيني ما تعطينيش واحد برك اعطيني زوج فما فوق. حنا واش نديرو نعطيو له زوج ها
الاولى مثلا كوراجو ولا ان بون كوميونيكون، دوزيام مثلا ريسبكتيو، ليسونسييل تعطي له لازم زوج عناصر، دير له زوج عناصر متفاهمين بالشكل هذا، هكذا بها تكون منظمه. تقدر ثاني كي تقول له سون تقدر لهنا تقول له تكمل له هكذا، دير له فاصله وتكمل، ولا تقدر ديرها له بال على شكل مطاط. ليسونسييل بها تكون الاجابه تاعك منظمه متفاهمين. دوكا في اكسبليك، اكسبليك جينيرالمون راح يعطي لك اون فراز، جمله من النص، جمله من النص، ويقول لك اشرح لي، اشرح لي الجمله هذه. انت في الحاله هذه تقدر تقول له، تعاود له العباره اللي عطاها لك، هذه العباره اللي جابها لك من النص، تعاود تكتبها له هنا هكذا، ومن بعد تقول له فو دير، فو دير كو، فو دير كو، وتكمل تشرحها كيما في الملخص. نعطيكم انا، اعطيكم مثال على هذا، على هذا السؤال هذا. قلنا نروحوا ل لا باج 14، ها قال لك سولون إيريك ميلون ميدسان سومنولونغ، لا سومنولونس ابخي لو ديجيني اي توت افي ناتوريل، اكسبليكي سكو لوتور فو دير بار سيت فراز، يعني واش حب يقول الكاتب بهذه الجمله. يعني قال لك النعاس بعد النوم هو حاجه طبيعيه، قال لك اشرح لي واش معناها حاجه طبيعيه. لهنا نعاود نكتب له الفكره اللي عطاها لي، نقول له لا سومنولونس ابخي لو ديجيني اي توت افي ناتوريل فو دير، معناها كل ني باز اون مارادي او بيان ان بروبليم سيكشيك ولا بسيكولوجيك، فاهمين؟ هذا هما لي كيسيون سونسييل لازم. وهنا في الملخص هذا كي تيليشارجو تلقاو ثاني ليك نماذج اسئله الراي من بكالوريوس سابقه، اعطيكم مقيل واحد 10 اسئله والله ونجاوب عليهم، يعني تهزوا فكره كيفاه تجاوب على لي كيسيون دو ريفليكسيون. دوكا يبقى لنا الكونتروندي، الكونتروندي وين تروحوا؟ تروحوا للصفحه رقم 17، الصفحه رقم 17. شوف معايا في الكونتروندي، في الكونتروندي قلنا احنا باللي لو كومونتير عنده الموديل تاعو وحده، ولا رابورتي ان تيمونياج عنده موديلو وحده، داكور. ان كومونتير، ان كومونتير عنده موديل وحده، كومونتير و لو تيمونياج، لو تيمونياج، وعندي رابورتي ان تيمونياج يعني نقل الشهاده التاريخيه، رابورتي ان تيمونياج نقل شهاده تاريخيه. هذو الزوج عندهم، هذا عنده موديل تاعو وهذا عنده الموديل تاعو. دوكا كي تروحوا للصفحه 17، هاي الصفحه 17 تلقاو لو كونتروندي دي تيكست ديسواك. دوكا كامل نعرفوا الكونتروندي، نعرفوا باللي فيه لاكروش وفيه الريزومي، هذه كامل تعرفوها، فيه المقدمه وفيه الملخص. لهنا تلقاو لو كونتروندي دي تيكست ديسواك ان كومونتير او بيان لوتور ايتان تيمو، معناها تيمونياج، داكور. هاو الكونتروندي تهز هذا وتطبق عليه، متفاهمين؟ تحب التطبيق المباشر راني ندير فيديوهات حل المواضيع فيها تطبيق مباشر كيف تخرج الافكار، هذوك هما اللي يهمكم انتم، ودخلوا للقناه تلقاو تطبيق مباشر على الكونتروندي تاع النص التاريخي، فيه من الاول للاخر كيف تخرج الافكار باستعمال هذا الموديل هذا. ها ميم ثاني رابورتي ان تيمونياج راح يكون مختلف، مختلف بعض النقاط برك، هذا ما كان ما فيهمش اختلاف كبير، فاهمين؟ ميم التطبيق تاعو روحوا ثاني لاشين يوتيوب تلقاو كلش. ميم هنا في الملخص راني مداير لكم، في الملخص راني مداير لكم الكونتروندي، ها تلقاو حل الموضوع وتلقاو الكونتروندي تاعو، ها راني مداير لكم الكونتروندي، ادخلوا ليه ها الصفحه 21 تلقاو الكونتروندي. هزوا كيفاه تهزوا الفكره كيفاه انا خرجت الافكار تاع النص. ها مثلا الموضوع الثاني ها تاع فرحة عباس، داكور تلقاو كلش، تلقاو كلش في الملخص هذا، دونك ادخلوا ليه وتلقاو الكونتروندي على بالي ما عندكمش مشكل. دوكا واش بقى لكم انك تطبق برك، هذا ما كان طبق وتحفظوا، لازم تحفظوا الكونتروندي هذا، احفظه وروح طبق عليه. هاو ديريكسيون وين ندير لك انا عنوان النص وين تكتبوا، وين ندير عد الفقرات، ندير
المصدر، الهدف التواصلي، الفكره رقم واحد، الفكره رقم اثنين تكتبها، يعني كلش منظم. وروح انت احفظه وديره في الباك ان شاء الله، وباذن الله تدي علامه مليحه. دونك هذا هو كانوا اهم الدروس على النص التاريخي واهم اهم الاسئله ها بالشكل هذا. دوكا وين نروحوا؟ نروحوا ندخلوا ان شاء الله في لو تيكست ارغيمونتاتيف، نص الحجاجي، نديروا عليه موراها يعني مراجعه شامله، ونزيدوا نكملوا مع لابيل. دونك نمسح الطابلو ونرجع لكم. نكملوا دوكا مع لو تيكست ارغيمونتاتيف. لو تيكست ارغيمونتاتيف كما على بالنا قرينا في الفصل الثاني اللي هو النص الحجاجي، وكامل تعرفوه. احنا على بالنا باللي في الموضوع رقم واحد يجينا لو تيكست ديستوار، وموضوع رقم اثنين يجينا لو تيكست ارغيمونتاتيف. ولانا لو تيكست ارغيمونتاتيف راني نركز بزاف على التلاميذ اللي حابين يروحوا غير بالنص التاريخي. كملوا معنا لا فيديو هذه اوم وتهزوا فكره واش هو لو تيكست ارغيمونتاتيف، واوم ميم طون ثاني لو كونترول، لانه الاسئله على بالي تقدروا تجاوبوا عليها، خاصه التلاميذ اللي يعرفوا يقراوا النص، يعني يفهموا واش عليه وهي يتكلم النص. اما لو كونترول دو راح يلقاو فيه مشكل. دونك كملوا معنا لا فيديو هذه هكذا تكونوا درتوا مراجعه شامله. دونك لو تيكست ارغيمونتاتيف، ولا نقولوا له لو ديبا ديدي، لو ديبا ديدي هنا في البروغرام حنا نقراو لو ديبا ديدي، وحنا نقول لكم لو تيكست ارغيمونتاتيف واش معناها. معناها النص الحجاجي. انا النص الحجاجي عندي فيه زوج انواع، نوعين عندي فيه دو بلون، معناها منهجيتين. لو بلون الاول هو لو بلون، نقولوا له لو بلون ديالكتيك. لو بلون ديالكتيك واش معناها؟ معناها جدلي، معناها جدلي. وعندي الدوزيام بلون هو لو بلون اكيميلاتيف، معناها نقدر نقولوا ثاني انفونتير، معناها استقصائي. فاهمين؟ هذا هما لي بلون. دوكا واش الفرق ما بين لو بلون ديالكتيك اي لو بلون اكيميلاتيف؟ واش الفرق ما بيناتهم؟ الفرق ما بيناتهم انه في لو بلون ديالكتيك راح نلقى رايين، زوج اراء، لانه حنا على بالنا بلو تيكست ارغيمونتاتيف الكاتب واش يدير؟ يعرض راي ويسي يدافع عليه. داكور، مثلا مع لو سبور، مع لا شيرجي ايستيتيك ايتسيتيرا، معناها يهز راي ويسي يدافع عليه. هذا نلقاوها في لو بلون اكيميلاتيف. اما في لو بلون ديالكتيك راح نلقاو رايين، الكاتب لهنا يعرض لنا رايين لهنا متعارضين، يعني زوج اراء متعارضين ما بين بعضها، تفهمين؟ لكن الرايين هذو ما همش تاع الكاتب لهنا، عندهم اصحابهم شكون، تفهمين؟ ما همش تاع الكاتب، وراح يبين لك في النص شكون اصحاب الاراء هذو. كما في الفلسفه، احنا واش نلقاو؟ نلقاو يقول لك النزعه العقليه والنزعه الحسيه. اصحاب النزعه العقليه هم يشوفوا يعطي لك الراي تاعهم، واصحاب النزعه الحسيه هاو الراي تاعهم. هكذاك في لو بلون ديالكتيكي الجدلي، لهنا الكاتب يبين لك شكون اصحاب الاراء، متفاهمين؟ لهنا الراي رقم واحد نقولوا لها لا تيز يعني الاطروحه. لا تيز راح الاولى تكون بور، ومن بعد عندي لونتي تيز هو الراي المعارض اللي راح يكون كونتر، فاهمين؟ يعني الكاتب واش يدير؟ يعرض لك لا تيز، الراي رقم واحد اللي هو الاطروحه ولا لو بوين دو في ولا لوبينيون ولا لافي، متفاهمين؟ ومن بعدها يزيد يعرض لك لونتي تيز، يعني الراي المعارض، وشكون اصحابهم؟ يقول لك شكون هما اصحاب الراي هذا، فاهمين؟ دوكا في لو بلون اكيميلاتيف ما نلقاش زوج، نلقى راي واحد. اون سول تيز، راي واحد. راي الواحد هذا يا اما الكاتب راح يكون بور، يا اما يكون كونتر، يعني يا اما يدافع يا اما يرفض. لهنا كيكون بور نقولوا ديفوندغ يدافع، ولا هنا كونتر نقولوا ريفوزي ولا ريفوتي، متفاهمين؟ ريفوزي
هذا هو ماله بصح لهنا لا تيز هذه الرأي هذا هو تاع الكاتب. يعني كما يقول لك انت في الفلسفة يقول لك دافع، يعني انت اللي راح تدافع، يعني الرأي تاعك تعب هو الدفاع. كيف اللهن ان سول تيز نلقاو رأي واحد، يا اما الكاتب يكون بور يا اما يكون كونتر. دوكا فلو بلون دياليكتيك كي يطرح لك لهنا لا تيز ويكون بور معناها ديفوندغ اسونسييل، مين تسمع بور دير في رايك بلي ديفوند. لهنا ريفوزي كي يكون لهنا يدافع واش راح يعطي لك لي بيان في، يعني يبدا لك بلي بيان في يعني الفوائد ولا المحاسن ولا نقولوا لي زافونتاج المحاسن ولا لي بوان بوزيتيف يعني النقاط الايجابيه تاع الحاجه هذه. ومن بعدها في الكونتر راح تلقى العكس لهنا لي بيان في راح يقول لك لي ميفي للمساوئ لي زافونتاج نقولوا لهنا لي زانكونفينيون يعني العكس. لي بوين بوزيتيف لهنا يهضر لك على لي بوين نيجاتيف متفاهمين؟ هذا هو الفرق ما بيناتهم. يعني دوكا انت في لو بلون ديالكتيك يبدا يعرض لك الراي رقم واحد لا تيز، يعرض لك المحاسن يعني هما لي زارغومون يكونوا عباره عن محاسن وفوائد متفاهمين. ومن بعدها يزيد يعرض لك لونتيتيز. بصح دير في بالك باللي هذه لا تيز لونتيتيز ما همش تاع الكاتب تفهمين. دوكا كي نروحوا لا تيز كيف اذا كان الكاتب بور يعني يدافع راح يعرض لك لي بيان في لي زافونتاج لي بوين بوزيتيف. اذا كان كونتر راح يعرض لك لي ميفي ولا لي زانكونفينيون ولا لي بوين نيجاتيف. يعني دوكا تقول لي استاذ كيفاه نفرق ما بيناتهم؟ باه تفرق ما بيناتهم اقرا لي النص مليح، ايسي تقرا النص، اي كلمه تفهمها استغلها للفهم تاع النص، لانه انت مستحيل اي كلمه ما تفهمهاش. راح كاينين كلمه تفهموهم بس فاهمين. اذا قيت دوك هاد في الاول خلاص قيت لي بيان في كان ان برون اكوميلاتيف وقال لك الكاتب راني نهضر على لي بيان في ها تعرفوا ديرك تمام بلي راه بور معناها ديفوندغ. زيد اذا كان كونتر راح يهضر لك يقول لك لي بوين نيجاتيف ولا لي ميفي ولا لي زانكونفينيون. هنا تعرف بلي راح يعرض لك الراي تاعو يكون كونتر. دوكا كيما لو بلون ديالكتيك في المقدمه دوك من بعد نجيو ليها في المقدمه يعني في الاول خلاص راح تلقى كلمات كيما ان ديبا ولا ان بروبليم ولا تلقى كونتراديكسيون ايتترا. كلمات كيما هادو راح يدلوا لك بلي عندك ان بلون ديالكتيك. دوك تقول لي يا استاذ علاه انا واش راح نستفاد كي نقرا لو بلون ديالكتيك لو بلون اكوميلاتيف؟ علاه هنا يساعدوك باه دير كونتروندي، لانه الكونتروندي تاع هذا ماهوش كيما هذا مستحيل، لانه هذا البنيه تاع وحده لا ستركتور تاع وحده وهذا لا ستركتور تاع وحده ماشي كيف. ودوك راني ندير لكم انا في الملخص لي كونتروندي يكون عندك ديالكتيك يكون عندك اكوميلاتيف ماهمش كيف. هذه لازم ديرها في بالك باللي ماهمش كيف مستحيل انك نفس الكونتروندي تطبقوا على هذو في زوج، هكذا ما يعطيكش علامه تاعك يعني باه تكون متاكد. دونك هذا هما زيد تقول لي يا استاذ وينهم اللي يتعاودوا بزاف لو بلون اكوميلاتيف هو اللي يتعاود بزاف لو بلون اكوميلاتيف تفهمين. ولو بلون اكوميلاتيف تلقاه يدافع كي تلقى حوايج تلقى الموضوع تاعك يكون يهضر على حوايج مليح اشياء ايجابيه كيما العام اللي فات لا ليكتور قراءه. كي يكون كوندر راح يهضر لك على حوايج سلبيه كيما مثلا التدخين الهجره الغير الشرعيه الى اخره تفهمين. يعني لهنا باه دير فيه تعرف تفرق ما بين اسكو راه بور يا اما راه كونتر. يعني كاين بزاف حوايج يعاونوك باه تعرف اسكو لوتي راه بور ولا راه كونتر.
ومام لهنا ثاني في لو بلون ديالكتيك تقدر من خلال الاسئله راح يقول لك اجبد لي من نص لي دو بروبوزيسيون كي ريزوم لي دو زيدي لي دو زيدي والله لي دو تيز اوبوزي يعني اجبد لي من النص الجمل اللي تلخص تلخص الرايين المتعارضين يعني هذه واش كيقول لك رايين متعارضين واش تعني يعني لهنا ان بلون ديالكتيك زيد بالك بالك تروح تلقى في النص بور هكذا يعطي لك دي بروبوزيسيون يعطي لك يعني عبارات ويقول لك حطهم لي هنا كلاسيهم ولهنا يزود يعطيك كونتر لهنا ماشي كيعطي لك سؤال كيما هذا تروح ديريكتومون تقول بلي عندي ان بلون ديالكتيك نو جامي لهنا لازم تزيد تقرا النص تاعك مليح يسي تقرا النص تاعك بيان باه تجبد اسكو عندك ان بلون ديالكتيك ان بلون اكيميناسيف انا لهنا واش حبيت نقول لكم حبيت نقول لك بلي ماشي توجور الاسئله يدلوا لك على نوع النص كاين اسئله 100% يدل على نوع النص وكاين اسئله دي بياج شغل فخ انك تشوف انا بور كونتر تقولوا ديريكتومون ان بلون ديالكتيك يعني لازم دير حسابك دونك هادو هما لي دو بلون دوكا نروحو نزيدو نديطاييو لو بلون ديالكتيك نديطاييوه كيفاه نعرفو المنهجيه تاعو لا ستركتور ديطاي شوف معايا حنا عندنا في نبداو بلو بلون ديالكتيك لو بلون ديالكتيك لو بلون ديالكتيك حنا في النص نعرفوا بلي عندنا 3 بارتي ثلاث اجزاء اي نص يتكون من ثلاث اجزاء ها الجزء الاول والثاني والثالث هذا الجزء الاول واش هو لانتروديكسيون لانتروديكسيون مقدمه وهذا لو ديفلوبمون وهذا لا كونكلوزيون شوف في لو بلون ديالكتيك في الانتروديكسيون شحال نلقى له تيم يعني الموضوع راح يهضر على الموضوع ونزيد نلقى له بروبليم لو بروبليم تلقى كلمه لو بروبليم تلقى له ديبا كلمه لو ديبا كلمه كونتراديكسيون هادو كلمات يدلوا لك بلي عندك ان بلون ديالكتيك بعدها في لو ديفلوبمون راح نلقى لا تيز راح يعرض لي لا تيز بلس لي زارغومون يعني الحجج بلس لي زيكزامبل لي زيكزامبل من بعدها انتبه الكاتب يفوت من لا تيز لونتيتيز راح يلقى يستعمل لا ترانزيسيون واش معناها لا ترانزيسيون هي المرور من الراي رقم واحد للراي رقم اثنين ولا من الاطروحه لنقيض الاطروحه يستعمل كلمات كيما مثلا بار كونتر سوبوندون بورتون هادو لي كونيكتور وهادو لي كونيكتور كي اكسبريم لوبوزيسيون اي لا كونسيسيون فاهمين من بعدها واش راح نلقى لونتيتيز يعني الراي المعارض بلس لي زارغومون بلس لي زيكزامبل دوكا في لا كونكليزيون راح تلقى ثلاث حوايج واحده منهم يا اما تلقى لا سينتيز شغل هو لاكور لا سينتيز هي لاكور بين لا تيز ولونتيتيز شغل حل المشكل ما بين لا تيز شغل لي سي يوفق ما بيناتهم ولا تلقى زوج حوايج اكثر يا لا تلقى لا ثوازيام تيز يعني الراي رقم ثلاثة شغل كيما نقولوا التجاوز ولا هنا ثلاثة لو بوين دو في
le point de vue de l'auteur يعني رأي رأي الكاتب معناها في لو بلان ديالكتيك رأي الكاتب وين نلقاه نلقاه في الاخر خلاص في لا كونكليزيون ما نلقاهش في الانترودكسيون هذا باش عرفت تفرق شوف في لا سينتيز يقدر يوفق ما بين لا تيز اي لونتيتيز باستعمال الرأي تاعو هما اكثريه في لا كونكليزيون واش راح تلقاو تلقاو لو بوين دو في دو لوتور يعني رأي الكاتب يعني يمد الرأي تاعو الشخصي اسكو شغل يلقى حل بصح يغلب الرأي الرأي تاعو متفاهمين هذه هي لو بلون ديالكتيك دوكا نروحو لو بلون اكيميلاتيف في لو بلون اكيميلاتيف واش راح نحي ها نمحي ديالكتيك نقلبو اكيميلاتيف نفس بصح لهنا ما نلقاش كونتراديكسيون نلقى لو تيم بلوس لو بوين دو في دو لوتور لو بوين دو في ها ولا هنا هذه مش كيف كيف شوف معايا واش راح نلقانا له فلان لو بلون اكيميلاتيف يعني استقصائي واش راح نلقى نلقى لو تيم بلس لو بوين دو في دو لوتور لو بوين دو في دو لوتور لهنا كي يقول لك انا لو بوين دو في دو لوتور ما تستناش راح يقول لك جو بونس كو ولا جو كخوا كو ولا جو تروف كو يعني بطريقه مباشره يقدر يمد لك الراي تاعو بطريقه مباشره ولا بطريقه غير مباشره لو كان يقول لك حتى لهنا يبدا يهضر لك يقول لك باللي الحاجه هذيك عندها دي بيان في يقول لك بيان في تقرا كلمه بيان في واش معناها معناها راه بور معناها راه يدافع تفاهمين من بعد في الديفلوبمون راح زيد يقدر يزيد يعاود لا تيز تاعو يصيغ لا تيز وراح تلقى لي زارغيمون اذا كان بور راح تلقى غير لي بيان في يهضر غير على لي بيان في لي بيان في اذا كان كونتر يهضر على لي مي في هذا مكان في لا كونكليزيون واش تلقى تقدر تلقى اون كونفيرماسيون اون كونفيرماسيون معناها تاكيد يزيد ياكد على الراي تاعو يا اما تلقى ثاني il pose poser des questions poser des questions معناها يطرح اسئله مفتوحه يطرح اسئله مفتوحه والاسئله هذيك واش بها راح تصب ديريكتومون في الراي تاعو يعني راح تكون مع الراي تاعو كيما في باك نورمالمون 2019 تاع اللغات الاجنبيه تاع لا نوت انوتاسيون لهنا الكاتبه واش دارت بوزيت دي كيسيون ولي كيسيون هذوك كانوا يصبوا في الراي تاعها انها كانت تدافع على لا نوت استعمال التنقيط في المدارس داكور كي طرحت اسئله الاسئله هذوك تصب في الراي تاعها بطريقه غير مباشره انا لهنا ما يهمنيش في الكونترون دي الاخر نقول لوتور كونكلي سون تيكست اون بوزون دي كيسيون سور يعني علاه طرح الاسئله هذوك ما يهمنيش اني نروح نلخصها والله واش دار هو طرح اسئله بوزي دي كيسيون داكور هذا هو لو بلون اكيميلاتيف هذا واش الفرق ما بيناتهم اكيميلاتيف راي واحد ديالكتيك فيه رايين هذا ما كان هذا هو لو تيكست ارغيومونتاتيف اللي راه خالعكم اها راك هز عليه دوكا افكار راكم هزيتوا عليه افكار دوكا سي بون الكونترول دي بعد نعطيكم مره الصفحه ويسيو تحفظوه يسيو تحفظوه هكذا باش ما تندمج لو كان يجيك النص التاريخي صعيب راك تندم راك تندم وكي نقول لك انا تندم يعني نهضر مع جماعه مع التلاميذ اللي حابين يديو علامه مليحه 15 16 17 ميم لي حاب يدي قادر انت كنت تدي 17 ما تفهمش النص التاريخي وتروح تديرو تدي 8 عادي جدا يعني ما تقولش بلي راني انا متفوق قادر كنت تدي داك تشوكا تدي 7 ولا 6 وتحصل والفرنسي هاني قلت لك تهبط لك العلامات الفرنسي والانجلي لي لونغ يهبطوا لك المعدل بالعوض كنت راح تدي 17 تولي تدي 15 في 2024 ما دير لك والو وللاسف ما هي راح تدير لك والو في الخيارات يعني مدرسه عليا ب 17 سمي لازم تخدم
هذاك ما كان. دونك دوك عندي لي رابور لوجيك، يعني يعطيك سؤال الروابط المنطقيه، يعطيك سؤال يجبد لك جمله من النص، يجيب لك جمله من النص. الجمله هذه تجيبها من النص، يعطي لك عليها زوج دو كيسيون، يقول لك كيل اي لو رابور، لو رابور لوجيك، لو رابور لوجيك اكسبريمي. ها قال لك واش هو لو رابور لوجيك؟ يا اما لا كوز ولا لا كونسيكونس، لوبوزيسيون ولا لا كونسيسيون ولا لو بوت. فاهمين؟ والسؤال هذا ما يجيش غير في لو تيكست ارغيومونتاتيف، تقدر تلقاه في النص الحجاجي، في النص التاريخي ولا لابيل، يعني ماشي مرتبط بسيجي والله، يقدر تلقاه في المحاور في ثلاثه. ومن بعد السؤال الثاني يقول لك واش يقول لك؟ يقول لك رومبلاس ولا ريكري، رومبلاس لو كونيكتور، لو كونيكتور ولا يقول لك لارتيكولاتور، لارتيكولاتور. حنا على بالنا باللي لا كوز ولا كونسيكونس نعرفوهم من خلال لي كونيكتور لي زارتيكولاتور، كيما مثلا بارسوكو، بارسوكو كار، هذو تاوعه تاع لا كوز، تاع لا كوز. مثلا لا كونسيكونس، لا كونسيكونس، لا كونسيكونس كيما عندي دونك الور، ونجيهم نفس السؤال في البيام في الفرنسي، نفس السؤال قال لهم واش هو لو رابور لوجيك، ورومبلاسي لو كونيكتور والارتيكولاسير بواحد اخر، بصح عطاوهم خيارات. لهنا هنا عطاوهم خيارات واش من كونيكتور يبدلوا به، يعني انت الكونيكتور اللي تلقاه لهنا تنحيه ودير الكونيكتور اللي عطالك، يقدر يعطي لك خيارات تقدر ديرو من عندك وحده من الزوج. فاهمين؟ كيما مثلا لو بوت، لو بوت عندي ثاني لي كونيكتور تاعو، انت واش دير دوك؟ لازم تحفظ لي كونيكتور، انت دوك باه تعرف لو رابور لوجيك لازم تشوف الكونيكتور، وباه تبدل راح لازم تكون حافظ الكونيكتور، يقدر يمدوهم لك، حتى ويمدوهم لك لازم تكون حافظهم. شوف دوك لي كونيكتور باه ما نظلوش نعاودوهم ونديو في الوقت. لي كونيكتور روحوا للصفحه، الصفحه 35. ها هاهم لي رابور لوجيك، تلقاو لهنا لي كونيكتور، ها لا كوز لا كونسيكونس، زيد تبدل منها لوبوزيسيون الى كونسيسيون، ها اي لوبوزيسيون الى كونسيسيون، لي كونيكتور تاعها. ها يعني انت اذا لقيت مثلا كونيكتور كيما مثلا سوبوندون، واش تقول له؟ تقول له لو رابور لوجيك اكسبريمي اي لا لوبوزيسيون لا كونسيسيون، دير واحده منهم لانه ما كانش فرق ما بيناتهم، ومش راح يحسبوكم لازم ديروا اوبوزيسيون ولا كونسيسيون. واذا حبيتوا الفرق ما بيناتهم، لوبوزيسيون معناها دو، اوبوزيسيون معناها تضاد، يعني نلقى انا جمله فيها زوج اجزاء هاك تضاد، كاين تضاد ما بيناتهم، التضاد هذا راح يكون يتقبله العقل، حاجه عاديه يتقبلها العقل. اما لا كونسيسيون هذه لوبوزيسيون، لوبوزيسيون لا كونسيسيون هي التناقض، التناقض واش معناها؟ حاجه لا يتقبلها العقل. ولهنا باه تعرف لوبوزيسيون لا كونسيسيون لازم تفهم الجمله، اذا ما فهمتهاش دير واحده منهم سي بون، دير يا اوبوزيسيون يا كونسيسيون، ما ديرهمش في زوج، واحده منهم. فاهمين؟ لهنا عطيكم ثاني هام لاديسيون، تقدر تجيكم كيما او سي دو ميم، تحظهم برك. هذا ما كان كي تروحوا زيدوا للصفحه 49، ها ليكسبريسيون دو بوت، ليكسبريسيون دو بوت، ها الهدف، ها نعطيكم لي كونيكتور كيما بور كو افان كو، هذو احفظوهم وتبدل. هذا ما كان اسهل مما يكون، السؤال هذا ما تقوليش ما نقدرش نجاوب عليه، اسهل مما يكون. دوكا بقى لنا الكونتروندي، الكونتروندي ها هو الكونتروندي، تروحوا للصفحه 37، هاي الصفحه 37 ترونسيت، هاي عندي لو بلون اكيميلاتيف، لو بلون اكيميلاتيف ها هو الكونتروندي تاعو، هاي لا بارتي كريتيك، لا بارتي كريتيك راني نديها لكم ستوندار، بصح من الافضل جماعه اللغات الاجنبيه
دير بارتي كريتيك من عندك، يسي يتعبر من عندك. المصحح حاب يشوف كي تكتب لا بارتي كريتيك تكتب حاجه شغل بيرسونيل، حاجه فيها الابداع. لو كان دير له واحده ستوندار ممكن ما يعطيلكش. دونك هاو لو بلون، كي تروحوا ثاني تلقاو لو كونترون دو بلون دياليكتيك، هاو هاو كيفاه. وعندي ثاني لا بارتي كريتيك، من بعدها تلقاو حل المواضيع. في الحل المواضيع بيان سي راح تلقاو كونترون دي، هاو الكونترون دي، ها هاو الكونترون دي، هاو الكونترون دي، كونترون دي تاع لو تيكس هذا. يعني هزوا الافكار كيفاه يعني هزوا فكره كيفاه تتعاملوا معاه. هاو لهنا لو ديال بلون ديالكتيك، ها هو، وهاو الكونترون دي تاعو. يعني كي غير التالي ما تحبش. هذا الملخص مجاني كما قلت لكم في الاول، روحوا تيلي شارجيوه راه في صندوق الوصف، تيلي شارجيوه وخدموا عليه. هذا هو لو تيكس ارغيمونتاتيف. دوكا وين نروحوا؟ نروحوا لابيل، نروحوا دوكا لابيل نيد. دوكا نمحي الطابلو ونرجع لكم. ها رجعنا دوكا مع النيد، هو لابيل. ولا نقولوا له لو تيكس، لو تيكست، لو تيكست اكزورتاتيف، اكزورتاتيف. هذا هو النداء. النداء دوكا كيفاه يجي؟ النداء لازم يكون عندي ان بروبليم، مشكل، داكور، مشكل. ها هو المشكل. المشكل هذا كي يشوفوا لوتور الكاتب ما يقدرش يحلو وحده، دونك واش يروح يدير؟ يروح يكتب لي نداء، نداء يناشد، يناشد فيه. شكون يناشد؟ يناشد لو ديستيناتير، لو ديستيناتير. يقدر يناشد ويقدر يدير يعطي له توعيه، رساله توعيه يوعيه. متفاهمين؟ علاه به لو ديستيناتير هذا يروح يرياجي ويحل لنا المشكل. هذا هو النداء. يكون عندي ان بروبليم، بروبليم اللي هو مشكل. المشكل هذا لوتور ولا نقولوا له ديسيناتور، ديسيناتور ما يقدرش يحلو، ما يقدرش. يروح يكتب نداء اللي هو لو تيكست اكزورتاتيف، يبعث لو ديسيناتور المرسل اليه به بو ريزودر لو بروبليم، يحثو، يسي انسيتي، يحثو سونسيبيليزي بور ريزودر لو بروبليم. هذا هي، هذا هو النداء. اسهل مما يكون. لهنا المشكل هذا في الباك يجوب بزاف القضايا، القضايا الإنسانية، القضايا الإنسانية، قضايا ذات الطابع الإنساني، حاجة عندها علاقة بالإنسانية. هذا هو النداء. أسهل مما يكون. يكون عندي مشكل نعود، يكون عندي مشكل لو ديسيناتور هذا ما يقدرش يحلو وحده، يروح يكتب لي نداء، يبعث لو ديسيناتور المرسل إليه pour résoudre le problème. أسهل مما يكون. وقلت لكم المشاكل هذا والقضايا قضايا إنسانية، وتجور يجيب لكم دي تيكست إكزورتاتيف من يونيسكو، يونيسكو دي زابير ديرهم، ولا لوني هيئة الأمم المتحدة، ولا يونيسيف تاع حماية الطفل. داكور، ها هذو هما تلقاهم في لاسورس. وتجور النداء ما نجيبوهش من ان ليفغ، ان ليفغ. يعني اكثر المواضيع تاع النداء ما نجيبوهمش من كتاب، نجيبوهم من موقع الكتروني، موقع الكتروني، الكتروني. متفاهمين؟ هذا هو النداء. دوكا نروحو نديطاييوه، نشوفو لو بلون تاعو. لو بلون هكذا باه يساعدكم باه تعرفوا، تعرفوا واش هو النداء، وتعرفوا تحدوه. لازم تعرف تحدد النداء، خطاش كل كان لو كان يتخلط لك بينه وبين النص التاريخي، النص الحجاجي، هكذا راح تتخلط. عندي ثلاث اجزاء، ها ثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء. ها شوف لا بروميير بارتي، واش نقولوا لها؟ نقولوا لها لا بارتي، لا بارتي. حنا ما نقولوش انتروداكسيون ديفلوبمون كونكليزيون، هنا بلي بارتي. هذه لا بارتي اكسبوزيتيف، اكسبوزيتيف جايه من اكسبوز يعني يعرض. ومن بعد عندي لا بارتي،
la partie argumentative argumentative ومن بعد la partie exhortative la partie exhortative في la partie expositive نقولوا دو توجور l'auteur dresse le constat négatif معناها يعطينا تقرير حول المشكل يدير لنا تقرير حول الوضعية السلبية تقرير يمد لنا وش هو المشكل عليها اللي هنا نقولوا expositive معناها يعرض لنا المشكل la partie argumentative l'auteur avance des arguments يمد لنا des arguments عليها pour convaincre يعني يسيء يقنع لو ديستيناتير المرسل إليه علاه به يحل المشكل يسيء يقنعه به يحلنا المشكل لا ديرنيير بارتي هي لا بارتي اكزورتاتيف اللي هنا لوتور لونس سون ابيل يعني يروح يمد يدير النداء تاعو نداء مباشر يمد النداء تاعو مباشره متفاهمين هذه هي ل... هذه هذا هو لو بلون تاع ل... لو تيكست اكزورتاتيف دوكا انا واش نركز على لا بارتي اكزورتاتيف لا بارتي اكزورتاتيف علاه لانه حنا نلقى فيها بزاف حوايج والخصائص تاع لو تيكست اكزورتاتيف متفاهمين لا بارتي اكزورتاتيف هي الصح واش راح نلقى فيها نلقى فيها لي فيرب بيرفورماتيف بيرفورما ليفير بيرفورماتيف كيما مثلا دوموندي ابلي مثلا انسيتي فهمين هادو ليفير بيرفورماتيف واش راح نزيد نلقى ثاني راح نلقى لي فيرب دو موداليتي لي فيرب دو موداليتي كيما نلقاو الفو نلقاو نو دوفون يعني اذا لقيتو هادو يساعدوكم باللي تعرفوا باللي النص هذا سي تانتيكس اكزورتاتيف نو دوفون نو فولون اتسيتيرا والله نو بوفون هادو سون دي فيرب دو موداليتي نقدو ثاني نلقاو اون دوا هكذا هذه تلقاوها بزاف اون دوا عرفوا بلي هذا اون دوا سي تان فيرب دو موداليتي تلقاوه في لا بارتي اكزورتاتيف راح تلقاو ثاني لي برونون جو اي نو نتوما اذا لقيتو جو اي نو راح واش تلقى موراها تلقى موراها يا اما ان فيرب بيرفورماتيف يا اما ان فيرب دو موداليتي يعني لازم تكمل تقرا واش كاين موراها تفهمين راح تلقى ثاني لا ريبيتيسيون لا ريبيتيسيون معناها التكرار هادو هما اللي تلقاهم في لا بارتي اكزورتاتيف شوف لهنا دوكا كيف تفرق ما بين لابيل اي لو تيكست ارغومونتاتيف كيف تفرق ما بيناتهم من خلال المؤشرات اللي تلقاهم في لا بارتي اكزورتاتيف ولابيل اون جينيرال يعني في لابيل عنده واحد الخصائص اللي تميزو على لو تيكست ارغومونتاتيف متفاهمين دوكا انت كي يعطي لك او عطى لك سوجي شكيت فيه باللي انا بير واش تروح دير تبدا ايطاب بار ايطاب تروح العنوان تبدا بالعنوان تشوف اسكو فيه كلمات كيما ميساج لاتر ديكلاراسيون اونو مثلا ديريكتريس جينيرال ديريكتريس جينيرال اتسيتيرا لانه حنا النداء قلنا باللي يقدر يكتبوا مسؤول انسان يكون مسؤول ديريكتور ولا رئيس ولا لعامة الناس ولا يقدروا يكتبوه عامة الناس للرئيس يعني شغل كان علاقة عكسية اذا كتبوا رئيس يبعثوا لعامة الناس كما دوكا لو ديريكتور جينيرال دو لينيسكو لمن يبعث النداء يبعثوا للناس كامل شغل الإنسانية كامل بها تحل المشكلة هذاك والله نقدروا نلقاو مثلا سكان الحي والله يبعثوا نداء الى
السلطات مثلا رئيس البلدية ولا رئيس الدائرة ولا الوالي ولا فاهمين. زيد نروح ثاني لا سورس لا سورس لا سورس نلقى فيها ثاني ميساج حوسوا عليك اقرب بالعقل ميساج لاتر ديكلاراسيون ايتسيتيرا ديريكتور جينيرال يونيسكو اني نديرهم في الملخص. زيد تروح دوكا لا بارتي اكزورتاتيف. لا بارتي اكزورتاتيف تحوس على هادو لي فير بيرفورماتيف لي فير دو موداليتي جو نو لا ريبيتيسيون تكرار يعني تلقى عباره متكرره مرتين متكرره داكور اللي هنا كيكرر العباره يدل على الكونفيرماسيون ولهنا بلي عندك ان ابيل. زيد تروح دوكا لي كيسيون لي كيسيون يعني الاسئله يقدر يعطيك سؤال يقول لك واش هو لو كونستا نيجاتيف. ركز لي مليح على لو كونستا نيجاتيف. لو كونستا نيجاتيف تلقاها غير في لابيل. اذا عطالك ابيل يقول لك واش هو لو كونستا نيجاتيف واش هو المشكل اللي طرحوا الكاتب. يقدر يعطي لك سؤال على لو ديسيناتير يعني المرسل اليه يقول لك شكون هو لو ديسيناتير ولا لو ديسيناتور. شكون هو لو ديسيناتور تفهمين شكون هو لو ديسيناتور المرسل. اذا لقيت الكلمات هذو لو ديسيناتير اللي هنا يدل لك بلي عندك ان ابيل. زيد وين نزيد نروحو ثاني نروحو لا فيزي كومونيكاتيف. ماهوش راح يعطيك سؤال مباشر يقول لك واش هي لا فيزي كومونيكاتيف بصح راح يعطي لك خيارات ثلاث خيارات من بين الخيارات تلقى خيار فيه سونسيبيليزي ولا مثلا انسيتي لي فيرب بيرفورماتيف انسيتي دوموندي ابلي تفهمين. لهنا اذا تاكدت باللي عندك نداء واش راح دير في لافيزي تلقى سونسيبيليزي انسيتي ابلي الى اخره يعني هذا هو الخيار الصحيح وهذا ثاني يدلك باللي عندك عندك ان ابيل. دونك هذا هو لابيل اون جينيرال. دوكا واش يبقى لنا لي فير بيرفورماتيف في الملخص. دوك نعطيكم الصفحات لازم تيليشارجي الملخص لازم تيليشارجي. شوف لي فير بيرفورماتيف تروحوا هاول هنا عندك ثاني مصطلحات اقراوهم. لي فير بيرفورماتيف 51 ها عطيت لك لي فير بيرفورمانس اللي يتعاودوا بزاف وتوجور نلقاوهم كونجيغين يعني الكاتب بيكونجيغيهم يصرفهم مع جون. يعني انت كي تلقى جون ولا هنا في لابارتي اكزورتاتيف في الاخر خلاص شوف واش كاين موراه راح تلقى ان فير بيرفورماتيف. زيد عندنا هنا كيف نفرق ما بين النداء وما بين النص الحجاجي ها ولا هنا الملخص اني نسيت اللي هنا ما بين كي تقرا تروح بالعنوان لا سورس لا بارتي اكزورتاتيف لي كيسيون ومن بعد تزيد تشوف لو تيم اذا كان عنده طابع انساني هنا ثاني يقربك باللي عندك ان ابيل طابع انساني. وهنا عندك الكونتروندي هاو كونتروندي عطيت لكم زوج دو موديل ها موديل 1 وموديل 2 اللي يساعدك احفظه واخدم به داكور. وهنا عندنا حل المواضيع ومداير لك ثاني لو كونتروندي يعني تهز فكرك فيها هزيت انا الافكار راح تهزهم لي كيسيون داكور. هاو موضوع رقم 2 هاو كونتروندي تاعو هاو كونتروندي يعني تلقى كلش هذا هو. وعندك الفقرات المقترحه ايسي تحفظ واش قدرت لا طحت لك فقره منهم اللهم بارك لك تولي ما تحتاجش دير الكونتروندي لانك تحفظ الفقره المقترحه يسمى عندك الباجاج راك حافظ واش راح تكتب وان شاء الله تديو لنا علامات جيده. دونك في الاخر واش نقول لكم اهم حاجه كي يعطي لك سجي تاع الباك واش تروح دير شوف هز نظره يعني لازم ديرش 20 مينوت 20 دقيقه به ديسيدي واش دير. عندك نص تاريخي شوف الموضوع اللي يهضر عليه يسي تفهم الموضوع شوف لي كيسيون اسكو تقدر تجاوب عليهم ولا ما تقدرش تجاوب عليهم
زيد شوف الموضوع الثاني وديسيدي واش تخير. خاص دوكا اذا جاكم نداء، نداء انا نقول لك غلب النداء على النص التاريخي، لانه النداء راح يكون ساهر على النص التاريخي. وانت واش اذا كنت شت انت روحك باللي تقدر تجاوب على النص التاريخي روح خير النص التاريخي، ليسونسيل ما تسرعش. كي تجي في الاجابه ما تتسرعش في الاجابه، اكتب في الورقه في ورقه الوسخ اكتب الاجابه تاعك، زيد تاكد منهم، زيد حوس للنص. اي سؤال يمد لك ارجع للنص، توجور ترجع للنص. النص هو المرجع، مرجع في لي كيسيون كامل. لا فيزي كومونيكاتيف ارجع للنص، كلش النص، اقرا النص تاعك مليح، النص هو الصح. وما تسرعش، لو كانت تسرع هكذا ومد روحك الوقت، ام عندكم الوقت يعني الوقت الكافي به تجاوب، وان شاء الله تديو لنا علامه جيده. وباذن الله نكونوا يعني عطينا لكم واش عندنا كامل السنه، وان شاء الله تفرحونا بعلامه جيده باذن الله. دونك نكون هنا وصلنا لافان تاع المراجعه الشامله هذه. ربي يوفق جميع التلاميذ، ربي يوفق جميع التلاميذ في هذا الامتحان، وان شاء الله تديو لنا علامات جيده وممتازه ان شاء الله. اللي كان يدي 8 يولي يدي 13، واللي كان يدي 13 يولي يدي حتى 19، اللي ما لا العلامه الكامله. وزيد ثاني نركز لكم على حاجه، نظموا الورقه تاعكم حسب اني مدير حل المواضيع، اني مدير لكم كيفاه تجاوب يعني منهجيه تاع الاجابه. نظم الورقه تاعك وخاصه الكتبه، الكتبه اكتب كل حرف اعطي له حقه، كل حرف اعطي له حقه، اكتب كلش في ورقه الوسخ، ومن بعد روح غير عاود. هذا بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم شويه الخط تاعهم ماهوش مليح، مد كل حرف حقه هكذا به المصحح يفهم، وتبين له باللي عندك يعني راك مهتم بالماده هذه، يعني عندك مستوى مليح في الماده هذه، يعني تبين له من خلال الورقه تاعك. لازم الورقه تاعك تكون نظيفه والاجابات مرقمه هكذا باه يكون كلش. وبالك بالك بالك تخلي اجابه فارغه، ما تخليش الاجابه فارغه، اكتب. تقدر تكون الاجابه اللي تكتبها هذيك تقدر تكون صحيحه، يقدر حتى يعطيك عليها نصف نقطه ولا 0.25، 0.25 اللي تقدر دير الفارق، تفهمين. وباذن الله تديو لنا علامات جيده. دونك نكون هنا وصلنا لافان تاع لاسيونس هذه والمراجعه هذه. ربي يوفق الجميع، والسلام عليكم.